مستمعينا أهلا بكم، وهذه حلقة جديدة من برنامج أسهم واتجاهات، معكم مي مصطفى، ومعي على الهاتف الأستاذ أحمد ثابت رئيس قسم التحليل الفني بشركة ميراج. أهلا بك معنا سيد أحمد. أهلا بحضرتك يا فندم، أهلا وسهلا بكل المستمعين. أهلا بك. معنا العديد من طلبات المستمعين لتحليل الأسهم، وبداية بسهم أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، هو أغلق في المنطقة الخضراء اليوم، فما هو تحليلك لأداء السهم وما هي توصياتك بشأنه؟ بالنسبة للسهم أوراسكوم الصوت العام، هو الفترة اللي فاتت كان عامل مفاجأة غير طبيعية من الارتفاع الشديد اللي حصل فيه من شهر أكتوبر الماضي تقريبا من عند مستوى 95 قرش، وقدر يثبت على الاتجاه الصاعد بتاعه حتى دلوقتي، رغم ان الضعف العام في السوق المصري وضعف حجم التداول في السوق بشكل عام، لان السهم قدر ان هو يثبت فوق مستوى الجنيه 23 ويطلع يعمل ارقام جديده النهارده تقريبا عند الجنيه 37. السهم ما زال في الاتجاه الصاعد بتاعه، على الرغم من الاتجاه الصاعد بتاعه لحد ما مستوى الجنيه 36 جنيه 37، احتمال النهارده يكون في مستوى يعني مقاومه حتى او مقاومه فرعيه قادره ان تنزل السهم تاني لحد مستوى الجنيه 31 جنيه 32 حتى على الانتراداي في خلال الجلسه. ما زال السهم عنده مستهدف ما بين جنيه 38 والجنيه 40، ما زال لسه هو ما جاش. السهم ما زال في الاتجاه الصعب بتاعه في المنطقه الايجابيه بتاعته، على الرغم من الضعف العام، الضعف البسيط اللي حصل فيه في الاتجاه الصعب بتاعه في الفتره الماضيه. ما بننصحش الناس في زياده مراكز في السهم في الوقت الحالي، الافضل تخفيف لبعض المراكز عند مستويات الهدف اللي احنا محددينها ما بين جنيه 38 وجنيه 40 على المدى، وده هدف تقريبا على المدى المتوسط، يعتبر كان مقاومة قوي جدا على الرسم البياني على الـ على الـ على الـ على الـ على الرسم الاسبوعي. ما زال السهم بالنسبه للمستثمر طويل المدى، ما زال السهم الاحتفاظ طالما هو السهم فوق مستوى الجنيه و20 قرش. السهم متباين ونتوقع يعني بنسبه كبيره جدا الثبات فوق الجنيه 20 هو المدى الغائب، هو الصفه الغالبه ليه على المدى المتوسط، ولو ان ما نتوقعش اختراق مستوى الجنيه 40 في الفتره القادمه يعني. السهم الثاني معنا أستاذ أحمد هو البنك التجاري الدولي، هو أغلق في المنطقة الحمراء اليوم، ما هو تحليلك لأداء السهم وما هي نصائحك لحمله؟ السهم التجاري الدولي احنا كنا اتكلمنا عليه في فترة صادي مباشر، وكنا شايفين ان كل المستويات اللي ما بين مستوى ال 61.5 وال 52.5 دي كانت مستويات مقاومة قوية، وكنا شايفين السهم دخل في منطقة المخاطرة، يعني وصل لمنطقة مخاطرة ما نتوقعش ان الناس تقدر تخاطر بيها في الوقت الحالي في السهم التجاري الدولي، خصوصا مع تضخم القوى الشرائية الموجودة جوه. السهم دلوقتي دخل في مناطق يعني بداية المراحل السلبية فيه، مش قادر ان هو يطلع يخترق مستوى ال 50 جنيه تقريبا، بقاله 4 أو 5 جلسات فمن ساعه ما جاب مستوى 48 جنيه تقريبا من 3 أو 4 جلسات مش قادر يطلع فوق مستوى ال 50 جنيه مره ثانيه. السهم عنده مستوى دعم مهم عند 48 جنيه كسرها، ممكن يوصلنا ثاني ينزل هدف جديد مستوى تحت عند 46 جنيه ونص. ما بننصحش المستثمر اللي هو طويل المدى او المضارب في الدخول في السهم في الوقت الحالي، نزل للتمرين الحد اللي موجود جواه ونسبه الخطوره العاليه اللي موجوده جوه السهم. الافضل تخفيف المراكز مع كل ارتفاع عند مستوى ال 50 جنيه وال 50 جنيه ونص. كسر مستوى 48 جنيه يعتبر يعني وقت خساره للسهم على المدى القصير وللمضارب، لاستهداف مستوى 46 جنيه ونص واحتمال بعدها كمان مستوى 44 ونص. السهم الثالث معنا هو سهم جنوب الوادي للاسمنت، ما هو تحليلك لأداء السهم وما هي توصياتك بشأنه؟ سهم جنوب الوادي برضو من الأسهم اللي هي بتتميز ببعض الإيجابية في المنطقة الحالية. السهم كان عنده مستوى دعم فرع عند مستوى 7.40 قرش، قدر يستد منه السهم ويعيد اختبار مستويات المقاومة اللي حصلت فيه ما بين مستوى 8.20 و 8.25. مازال السهم بيحاول بقاله فترة ان هو يخترق المنطقة ديت، نظرا من دوت خط اتجاه طويل المدى اتفر من فترة ومش قادر ان هو يطلع فيه مره ثانيه. ما زال السهم احنا شايفين ان هو عنده هدف 8 جنيه ونص، لو قلنا مستوى 8 جنيه وربع برضه ما بين 28 و8 وربع ما زال يعني بتوقف القوى الشرائيه بنسبه كبيره جدا. بنتوقع التباين في السهم في الفتره في منطقه عرضيه يكون حدها السفلي 7 جنيه و80 قرش وحدها العلوي 8 جنيه و20 قرش حتى انتهاء القوى البهائيه في السهم. ما زال السهم في منطقة عرضية على المدى القصير، ما بنتوقعش أي ارتفاعات كبيرة فيه.
مع الحفاظ على مستوى 47 كمستوى ايقاف حماية ارباح في المنطقة دي، كسر مستوى 47 ممكن يدفعنا تاني لاختبار مستوى 7 جنيه وممكن نكسرها بمنتهى البساطة. يعني في التباين في السهم دوت مهم جدا ان احنا نحطه تحت المنظار ان 47 منطقة دعم مهمة جدا، ومستوى 28 اذا مش قادر يكسرها ممكن نخفف منه بعض المراكز تحسبا لاي هبوط في السهم هيحصل على المدى القصير مع الضعف العام اللي موجود في جيكس 30. السهم الرابع هو سهم الوادي للاستثمار السياحي، هو أغلق أيضا في المنطقة الحمراء، فما هو تحليلك لأداء السهم وما هي توصياتك بشأنه؟ سهم الوادي برضو كنا اتكلمنا فيه تقريبا من فترة، وكان تقريبا السهم كان عند مستوى مقاومة نصحنا عندها المستثمرين ببعض جني الأرباح ما بين مستوى 20 جنيه و20 قرش و20 جنيه ونص، هو حتى ما قدرش يجيب 20 جنيه ونص تقريبا، جد عند ال 20 ما بين 20 جنيه 20 و 20 جنيه 30 قدر ان هو تظهر عنده قوه بيعيه تدفع السهم للهبوط مره ثانيه. السهم عنده مستوى ضعف ما بين مستوى 16 جنيه 80 16 جنيه 90، قادر ان هي ترد السهم مره ثانيه لحد مستوى 19 19 جنيه 20 اللي احنا بننصح عنها المضارب ان هو يخفف بعض المراكز، لان السهم ما يزال ما وصلش للدعم اللي احنا مستنينه. السهم ما زال على دعم رئيسي ما بين مستوى 16 جنيه و20 قرش و16 جنيه و30 قرش، هي دي منطقه الشراء الاماني الموجوده في السهم في المنطقه في الوقت الحالي. اي ارتفاع لمستويات 19 جنيه 19 جنيه 20 بننصح فيه المستثمر او المضارب بتخفيف المراكز تحسبا للهبوط مره ثانيه لمستوى 16 جنيه 20 16 جنيه 30. بننصح حامل السهم بالمتاجره داخل السهم على الاحتفاظ بالكميات، يعني اللي بعد تخفيف بعض المراكز وكل هبوط قرب مستوى 16 جنيه 20 16 30 يرجع يزود المراكز بتاعته مره ثانيه. السهم الخامس والاخير هو سهم العربيه وبولفار الغزل والنسيج يونيراب، هو اغلق ايضا في المنطقه الحمراء، ما هو تحليلك لاداء السهم وما هي نصائحك لحامليه؟ سهم بوليفارا برضو كنا اتكلمنا عليه من فتره ان السهم برضو ما زال بيعاني من مستويات مقاومه مش قادر يخترقها بقاله فتره كبيره ما بين 3.55 و 3.60، على الرغم من ان السهم عنده مستوى دعم مش بطال جدا عند مستوى 3 جنيه 20 قدر ان هو يرد السهم لفترات ماضيه قبل كده. السهم عنده مستوى دعم فرعي ما بين مستوى 3 جنيه 30 و 3 جنيه 32 قادر ان هي ترد السهم مره ثانيه ما بين مستوى 3.50 و 3.55. السهم للمضاربه القصيره جدا فقط لا غير، ما زال السهم عنده مشكله وشايفين ان الاداء السلبي هو اللي بيقوم عليه. اي كسر مستوى 3 جنيه 20 لاسفل يدفع السهم باختبار مستوى 2 جنيه 90 قرش، ده طبعا هيكون ايقاف خسائر. السهم مش هيكون فيه اي ارتفاعات واضحه الفتره الجايه الا مع كسر مستوى 3 جنيه 60 3.65، واللي هيكون بعديها في مستوى هدف عند 3 جنيه 90 قرش، واللي احنا مش شايفينه في الفتره الحاليه نظرا للضعف العام في السهم والسيوله مش قويه اللي جوه، يعني تقريبا السيوله الموجوده جوه السهم ما تسمحش بارتفاعات السهم الفتره الجايه في المنطقه. ختاما الاستاذ احمد ثابت رئيس قسم التحليل الفني بشركه ميراج، شكرا لك على كل هذه المعلومات. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم، شكرا جزيلا لكل المستمعين. شكرا لك. مستمعينا كانت هذه حلقه اليوم من برنامج اسهم واتجاهات، لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني مباشر.info، ولمزيد من تحليل الأسهم يمكنكم إرسال أسهمكم المفضلة على radio@mubashir.info. تحياتي مي مصطفى، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة دمتم في أمان الله.